قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، نصبح على ليندا وتعرفنا أحوال الشوارع إيه دلوقتي، نتعرف منها كمان على أسعار الذهب والعملات، بالإضافة لأنها لازم تطمننا طبعا على أحوال الطقس. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شازلي. صباح الخير جوانا. صباح الخير عليك يا ليندا. بالنسبة للمرور يا شازلي، في كثافات متفاوتة نتعرف عليها دلوقتي. بالنسبة للطقس، من أبرز الظواهر الجوية اللي معانا النهاردة هي ارتفاع نسبة الرطوبة اللي هتزود من الإحساس بحرارة الطقس. هو الجو كان حر عادي، يعني امبارح كان درجة الحرارة 35، النهاردة 34، ولكن هنحس ان هي اكتر من كده بسبب نسبة الرطوبة. طب ترجع تاني 35 من غير رطوبة. نتمنى ان شاء الله في الايام التالية. لين فاخر عليكم مشاهدينا دلوقتي، تعالوا نتابع مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنشوف على الخريطة اللي هتظهر دلوقتي، وهنبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو اللي بيشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء المتجه لوسط البلد أو المهندسين. أما كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية برضو لحد ما نوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة، ومن المتوقع أن يكون في زيادة في الكثافات بعد شوية في الوقت اللي الموظفين هتروح لأعمالهم. أما طريق الكورنيش من المظلات لوسط البلد فبيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة لحد ميدان التحرير، وبعدين في سيولة مرورية مكملة على الكورنيش ولحد منطقة حلوان. أما المتجه لشارع بورسعيد للشرابية وحدائق القبة ولحد كوبري السواح والأمرية والعكس في كثافات بسيطة، وفي بعض الكثافات البسيطة اللي بتظهر أعلى كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، ونفس الأمر كمان أعلى كوبري المطرية القادم من الكابلات متجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، ويفضل استخدام كوبري سرايا القبة. وكمان بتظهر بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة وسط المدينة، عشان كده بيفضل سلوك الملك الصالح وشارع القصر العيني. هناخد بالنا إن في غلق كلي لطريق الأوتوستراد للاتجاه القادم من مناطق التبين تجاه مناطق المعادي، مع تحويل حركة المرور بسبب أعمال إنشاء القطار الكهربائي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة ومحور 26 يوليو في طريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد المتجه لميدان لبنان، بيشهد بعض الكثافات المرورية بتزيد بشكل كبير، عشان كده بننصح بسلوك محور رود الفرج. أما من شارع السودان اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة بتزيد أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وكمان نفس الأمر منزل محور صفت للقادم من الدائري لجامعة القاهرة يمكن استخدام محور أحمد عرابي. بتظهر كثافات متحركة في محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولاً لشارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي. وكمان نفس الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وفي الدقي بتشهد الطرق هناك سيولة مرورية لحد كوبري قصر النيل وميدان التحرير، وبيشهد الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي والحد ميدان الجلاء في تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية المتجه من الصحراوي والحد مناطق الجيزة وفي طريق الفيوم الصحراوي والحد حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نروح كمان لمحافظة سوهاج، واللي هنبتدي فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، وهنتجه ونشوف شارع وطريق الحواويش اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية لحد ما نوصل للشارع اللي فيه مستشفى أخميم المركزي واللي بيشهد سيولة مرورية. هنفضل ماشيين لحد ما نروح لطريق جرجة واللي بيشهد هناك سيولة مرورية متقطعة مع بعض الكثافات البسيطة اللي ممكن نقابلها في منتصف الطريق. هنكمل جولتنا المرورية مشاهدينا وهنروح للإسكندرية، هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي سيولة مرورية كبيرة عند محطة الرمل واصلة لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع الشارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات مرورية متقطعة ونسبية واصلة لحد طريق الحرية. ولو كملنا في نفس الشارع هنلاقي فيه كثافات مرورية تانية واصلة لحد محرم بيك والشارع عبد القادر الغرياني. أما طريق الكورنيش فيه كثافات مرورية متقطعة عند كوبري ستانلي ومنطقة ميامي، ولو رحنا عند محيط الجامعة في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.78، أما الشراء فسجل 18.71. اليورو البيع سجل
19.83، أما الشراء فسجل 19.74. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23 جنيه و4 قروش والشراء سجل 22.94. الفرنك السويسري البيع سجل 19.61، أما الشراء فسجل 19.52. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، أما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5 جنيه والشراء سجل 4.98. الدينار الكويتي البيع سجل 61.34 والشراء سجل 61 جنيه و7 قروش. وأخيراً الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.11 والشراء سجل 5 جنيه و9 قروش. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 862 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1005 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1147 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8038 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة الصبح، وده هيزود من الإحساس بحرارة الطقس حوالي بدرجتين لثلاث درجات. كمان هيكون في نشاط رياح أحيانا بالليل على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.